بطبيعة الحال المقابلة كانت كجميع المقابلات الحمد لله دخلنا مكونسونطرين، الدراري داروا اللي عليهم، كاين لولا اغلاط بعض الاغلاط ديال الحكم اللي صراحة اثرت على المقابلة بشكل كثير. الحمد لله احنا غاديين في واحد الخط تصاعدي، ان شاء الله كنتمنى نكملوا في لو ميم ريتم، وحد موفق للفريق الوداد البيضاوي، وان شاء الله كنتمنى ان هذه الاخطاء التحكيميه ما تبقاش توقع في المقابلات صراحه اللي اثرت عندنا، اللي يمكننا نخرجوا اليوم بصراحه بنقطه ايجابيه. بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكر اللاعبين على هذا المجهود اللي قدموا، وتنشكر الطاقم التقني تاعو اللي كان تسهر على هذا التدريب وعلى بزاف د الحوايج. هو اللي تيقولوا الكره فيها مرات تكون منهزم مرات تكون فائز، ماشي مشكل. غير هو الدراري تنشكرهم بزاف على المجهود اللي داروا، غير شويه الحظ هو اللي خلانا ما نسجلوش الاصابه الاخرى اللي كانت بغات تكون تعادل، وهذا الشيء اللي كاين. الحمد لله المقابله كانت صراحه جميله، وكانوا فيها دي بوت، يعني مقابله يقدروا خاصها الجمهور. الحمد لله احنا قمنا بمقابله جميله، الدراري كانوا في الموعد، ما حالفناش الحظ، يعني انا كري بوكو دي زوكازيون مي اون با كونكريتيزي، الحمد لله الحمد لله هادشي كيخلينا انا نخدموا ونزيدوا القدام ان شاء الله وبيست الامور. هي هاد المباراه ماشي اول مباراه غنقدموا هاد المستوى هذا، ديجا ضد مقابله خريبكا وانا في مولديه وجده قدمنا مباراه جيده كما شفتوا، راه خدمنا مباراه كبيره هضرنا عدة فرص، لكن الحكم حيد لنا ضربة جزاء وعطاهم ضربة أخطاء ما يستحقوهمش. الحظ والحكم، ماشي الحظ، الحكم هو اللي بدل المجريات ديال 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 اللقاء. هو اللقاء كان جميل، كانوا فيه خمسة إصابات، كان بإمكانهم السكور كان يكون أكثر، ولكن كوريا هذه اللي كنتمنى من الله باش اللعابه ما يتاثروش بهذه المقابله. الناس كلها تعاطفت معها، ولا سيما الجماهير ديال الشاشه اللي كلشي تيعيط دابا وكيبين بان مستوى الحدث يوسف برشيد غتكون ريفيلاسيون ديال الموسم.